اهلا وسهلا متابعين قناه العثمانيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ومحل جديد. اليوم جبتكم المحل كيف ما طلبتوا مني بزاف، الملابس النسائيه ودائما بالاثمنه المناسبه. انا جبتكم المحل كاين في التشارك ترام، دائما كنحاول نشوف لكم المحلات اللي قرابين. كاينه بريد المغرب انفاس مع المحل ترام، غادي تهبطوا في المحطه ديال التشارك. ها هو الترام غادي يوقف في هذه المحطه، محطه التشارك. كتهبطوا في محطه التشارك، ها المحل كاين بزاف. ها المحل، ها هو انفاس مع الترام. المحل هو هذا، ها نتوما موديلات جداد بزاف اللي طلبتوا مني. محل بيع الملابس النسائيه، ها نتوما ندير معكم واحد الجوله. موديلات جداد، كاين سولد سريولات 50 درهم، فيهم موديلات. انا غنحاول نوريكم كاع الموديلات اللي كاينين. كاينين هنا 130 تريكوات، هانتوما يعني كاين ما يدار في المحل. كاينين هاد الدودونات هادو، كاينين طوال كاينين القصار، هانتوما حنا في محل عبد العالي. هانتوما السلام عليكم، كي داير؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك، مرحبا قناة العثمانية. الله يكبر بيك، شكرا. وان شاء الله راه غنكونوا عروض واعره ان شاء الله، ان شاء الله اللي غادي يجيو ان شاء الله من القناة ديال العثمانية. ان شاء الله الناس اللي غايجيو من القناة غادي نديروا لهم ثمن ديالهم بوحدهم. وعنده قناة هو في اليوتيوب، حتى هو كيلوح فيها تقريبا ديما الجديد ديالو، وحتى في الواتساب، في الواتساب وكل كتشوف الانستغرام والفيسبوك، والفيسبوك حتى هو كيدير لايفات بزاف. نحط لكم هادشي كله، الليانات ديال الانستغرام ديال الفيسبوك ديال القناه نحطهم لكم في صندوق الوصف، يعني فين ما يجيب شي بياسه كيدير ليها لايف. المهم غادي نبداو على بركه الله. مناش غادي نبداو؟ شنو هو قلتي لي البارح جبت السلعه الاخرى اللي جبتي البارح؟ كاين هاد الكاب والله جو، هانتوما هادو فيهم القب هكا باش يبان لكم، فيهم الحزام وسامبل ما فيهم لا صدف لا حتى حاجه. والثوب ديالهم هانتوما داير بحال الكشمير سخون، شتو كيفاش داير؟ من بعد باش يبان لكم داير بحال الكشمير، وفيه اللوينات وفيه لي طاي. هادي راه دوبل اكس ال، فيه الميديوم واللارج والاكس لارج والدوبل، فيها 4 لي طاي وفيه اللوان. كاين هاد كاين البلو مارين، ها هو شوفوا لكم هانتوما هذا الزرق، هذا بلو مارين، داك البلو مارين اللي زوين، داك اللوين زوين دل... في الكري، ها الكري نوار كيعجبني هذا اللون. هذا شوفوا هانتوما الشكل ديالو، هادو قصارين شويه. بالنسبه ل كيجيو فيهم حتى الكرونه، فيهم هاد الغوز، هذا غوز كري، الغوز كري الناس، ها هو وفيه حتى لونات اخرين غير ما بقاو ان شاء الله. ان شاء الله وفيه حتى داك الكرونه حتى هو زوين. هانتوما فيه تقريبا شي 5 الوان. بالنسبه للطو ديالهم راه طوال، يعني طوال مع داك حتى كتهزهم. هذا الموديل هذا، وكاين هذا الموديل حتى هو، هذا الموديل هذا ديال لوي فيتون. لوي فيتون هانتوما ما يتلبسش على دوفا، لا ما يتلبسش لا حيت كيما كيجي هاد الزواق. انا غنوريه لكم ملبوس، هذا هو كي كيجي ملبوس، دار معاه هاد الكولون كوير هانتوما الاستيك. شوفوا كيفاش كتجي من البوسه، وهاد البوديات حتى هما راه عنده. حنا غنشوفوا الاثمنه ديالهم. هنا كاين هاد اللوين، هذا هاد الغوز، كاين الكري نوار. السلام عليكم، وكاين الزرق، هاد البلو. شوفوا
بالنسبه لي طاي ديالهم هادو بحال الاخرين يعني فيهم حتى هما لي طاي ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد الصفر هذا بالكحل جا زوين صراحه. انتوما هادو هما الموديل هذا ولكن هذا راه غير مصولدي. هذا بشحال يبقى مصولدي باش اللي بغاه؟ 130 درهم. هذا مصولدي 130 درهم اللي بغاته. هذه الكياسه هذه وقعت فيها حتى هاد البيض هذا. فيه جوج الوان، فيه هاد ال فيه جوج كياسات. هانتوما هذا باج مسكي. يعني هادو فان سيري كيبقاو كتصولديهم. كاين هذا حتى هو وقعت فيه حتى غير كياسه وحده. هذا بحال الاخرين غير هو فيه هاد السير هنا في الحزام. هكا هادو فاش كتبقى كياسه وحده كنديرو لهم هذا حتى هو 130 درهم. وهادو ما قلناش الثمن ديالهم بالنسبه للناس اللي غايجيو من القناه. بالنسبه للثمن ديالهم هادو كيبيعوهم 200 درهم، وحنا درنا لهم 180، ولكن انتم ان شاء الله غادي نزيدو نحيدو لكم ديك 10 دراهم. المهم هادو ب 170، الناس اللي غايجيو من القناه غياخذوا هاد البياسات هادو ب 170 درهم. وهادو اللي قلنا بقاو فيهم جوج بياسات 130 درهم. هادو غير 130 درهم. هانتوما عقلوا عليهم. ان شاء الله. وكديروا لا ليفريزون في كازا؟ لا ليفريزون في كازا وفي المغرب كله. في المغرب كامل. مسافة مع أمان. ان شاء الله. كاين هذا الموديل هذا تاع ندوزو ليه. تا هو شوف كيفاش داير، فيه هاد هاد السير هذا من هنا، والفصالة ديالو هابطة بحال إيفازي. اه وتا هو كيجي طويل يعني من السور. اه وبالقب، تا هو فيه القب. اه هانتوما. سيري. تجربة ديك وفيه اللوينات. فيه اللوينات، فيها فيه ثلاثة اللوان تقريبا. فيه هذا، فيها موطارد، دخل في هذا الموطارد هذا. كاين هذا اللوين هذا تاع هذا بحال داخل فيه الماغو والاحمر. اه. ولا ذاك الاورونج. بحال الكرو مع المارو كيعطيه ذاك لي غوفلي ديال الاورونج. اه. الفصاله ديالهم زوينين هادو. هذا بالنسبه للثمن ديالو حتى هو ماشي مشكل، غادي نحسبو بحال الاخر 170. يعني حتى هو 170. 170 درهم. هاد البياسات هادو كاملين هنايا 170 درهم. هادشي كامل غير حيت زارتنا قناه بثمانيات. الله يكبر بك. الله يكبر بك اخويا، الله يحفظك، الله يكبر بك. كاين هاد الموديلات هادو. انا غنوري لكم البوس، ها هو بعد شويه باش يبان لكم. هانتوما كيفاش كيجي. فيه القب وتوب سخون كاشمير، وفيه هاد هاد السير هنا والجيوبات هكا، وتوب راه سخون ومدوبل مدوبل. هانتوما كيفاش كجات في اللبسه باش تبان لكم. وفيها اللوينات كيجيو بحال الجيلي يعني ما عندهمش الكميمات، وفيهم لي طاي. فيهم حتى هما لي طاي. هانتوما كاين هاد الخضيضر هذا. غير سمحوا لنا مع الصداع، المحل قريب للشارع. هانتوما كاين هاد اللوين حتى هو، هاد الماغو بارد كنقولوا. كاين هاد الأورانج حتى هو. هاد البلوروه هادي اللي شافو. اه هاد البلوروه هو اللي ملبوس. هادو بالنسبه للثمن ديالهم راه كيبقاو غير 150 درهم. 150 درهم هادو كيبقاو ب 150 درهم. كاينين في هاد التويب وكاينين في هذا. هاد التويب هذا تاع هو الكارو. عين هاد الكارو هذا هو اللي خارج كومبوس. اه حتى هو راه ملبوس، انا غنوريه لكم كيفاش كيجي في اللبس. وهادو شحال كيبقى الثمن ديالهم؟ هادو زايدين عليهم شويه ولكن حتى هما غادي يحسبوهم بحال الاخرين. 150 درهم. هادو اللي من هنا 150 درهم. غنوري لكم ملبوس. ها هو ملبوس، شوفوا كيفاش جا مع هاد هاد تريكو كول مونطو مع نفس اللوين. شوفوا كيفاش جا في الجين، ومع الجين تا هو مخيط باللون ديال التريكو. جات لبسه زوينه. انا غنعطيكم الاثمنه ديال هاد الجين، نعطيكم الاثمنه حتى ديال هاد هاد البودي هذا. قلنا هادو 150 وقلتي لي فيهم هاد اللوينات. هادو راه كيجي ملبوس زوين، وتا هو راه مغلف من هنا من دوبلين ومن هاد البلاصه هادي. كيجيو مستورين. كيجيو مستورين.
كاينين هاد الكسيوات هادو زوينين حتى هما بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار، وحتى اللي ما دايرينش الفولار ها هما فيهم هاد بالفوده. كتجي فيهم حتى السنطه ديالهم، عندهم السنطه غنوريها لكم ملبوسه، راه هي في الدخله ديال المحل. بالنسبه للطاي ديالهم حتى هما ميديوم لارج اكس لارج ودوبل اكس لارج ودوبل اكس لارج، هانتوما فيها اللوينات. كاين هاد كنقولوا مرتديله، هانتوما فيها الصديفه حتى لتحت، فيها الكحل هانتوما، فيها هاد البلومارين، وفيها لي طاي. فيها لي طاي كما قلنا ميديوم لارج اكس لارج ودوبل اكس. والثمن هذه بالنسبه للثمن ديالها هنايا كنبيعوا اخر ثمن ديالها 200 درهم في المحل، 200 درهم. ولكن ان شاء الله فاش غادي يجيو ان شاء الله متابعات العثمانيات ان شاء الله ان شاء الله انا غنوريها لكم ملبوسه كيفاش كتجي. انتوما هي كيفاش كتجي، كتجي زوينه مع هاد هاد الحزام هذا اللي فيها، كتجي زوينه في اللبس، وفيها لي طاي وفيها اللوينات. بالنسبه للناس اللي كيبغيو التريكوات ها نتوما عندو موديلات بزاف وشكيلات، ها نتوما كاين هذا الموديل هذا، شوفوا كيفاش داير وفيه اللوان. هادو بشحال كيبقاو؟ هادوك بالنسبه للثمن ديالهم كنبيعوهم 180 درهم. 180 درهم ان شاء الله اللي جات راه غادي نحصلوا عليها ضروري ديك 20 درهم، يعني بقاو 160 درهم. 160 درهم ها نتوما فيهم هذا الفورير هذا هنايا في الكميمات، فيهم الوان. شوفوا الكري كيفاش داير، فيه هاد الكحل وفيه الزرق بلومارين. كاين هاد الموديل هذا حتى هو بالجويبات بهاد الفورير هنايا، كيجيو طوالين وفيهم حتى هما الوان. بالنسبه للطاي ديالهم راه ستوندار، هادو ستوندار ما فيهمش ستوندار. هانتوما فيهم هاد الكراميل هذا، فيهم هاد الزريرق حتى هو زوين، مهم فيهم اللوان وكيف ما قال لكم ستوندار. شحال كيبقى الثمن د هادو؟ الثمن ديالهم كما قلت 160 درهم. 160 درهم حيت طوالين. كاين هاد الموديل هذا حتى هو فيه حتى هو اللوان، شوفوا هذا الصدر كيفاش داير، فيه هاد الموديل من التحت كيفاش داير. انتوما كاين هادو هابطين من جهة الدار وطالعين من القدام وفصلتهم، شوفوا كيفاش دايرين حتى هما فيهم اللوان، فيهم الاحمر، فيهم هاد البوردو هذا، فيهم الكحل، فيهم الكري، فيهم هاد الخضر، فيهم هاد حتى هما لي طاي ديالهم راه ستوندار. جبد لنا واحد عن قرب باش يبان ليهم جنين الموديل ديالهم، شفتوا كيفاش دايرين هادو، وفي هاد لي موتيف في الجنب. فيهم هاد الوريدات هكا بهاد العقيق هذا، نتوما حتى بالنسبه للناس اللي عندهم شويه الوزن يجيوهم مزيانين حيت كيجيو واسعين. فيهم الوان وكاين هذاك، هادو بالنسبه ليك، هادو بالنسبه ل كنقولوا تريكوات مفتوحين. هادو حتى هما كاين هاد الموديل، هانتوما شي حاجه طويله وشي حاجه مستوره بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار حتى ما دايرينش الفولار. نتوما فيهم هاد المونتيف هنايا، هادو واقيلا بقاو فيه غير جوج لوينات، بقى غير هاد اللون وهاد الغوز هذا. كاين هاد الموديل كري تا هو زوين، فيه داك الفورير في الايدين وفي الجيب تا هما. المهم اللي بغات شي حاجه تدخل الواتساب، جات شي بياسه دير ليها سكرين وتصيفطها لي. تا هذا زوين الموديل ديالو بحال شكل مونطو، ما بقاوش كاليتي زوينه. كاين القبيات بالنسبه للبنات اللي كيبغيو قبيات عراضين، وفيهم حتى هما اللوينات وفيهم الطوال، فيهم الطوال وفيهم وحدين كيجيو عراض، يعني هادو هما اللي كيسولوا عليهم بزاف. حيت هاد العام القبيه دايره طوندونس في اللبس تاع البنات، كتجي طايحه في اللبس حيت الكتافه طايحين، كتجي شويه لاغش في اللبس.
وفيها اللوينات. شحال كيبقاو هادو؟ هادو بالنسبه للثمن ديالهم كيبقاو اكثر الثمن 150 درهم. 150 درهم قبيات، 150 درهم. كاين داك الموديل بالجياب، كاين هادوك اللي فيهم دوك، هادو ديال مايك، هادو بلا ماشي مشكل كيبقاو غير 120 درهم. هادو ب 120 درهم، هادو غير صوت. هاد الموديل هذا تاعو راه جديد، عنده داك الكول كبير كيجي بحال شكل كاين ملبوس برا. واخا دابا نوريه لهم ملبوس. في هاد الجويبات هنايا تما طبيعة الحال هادو كيجيو طوال يعني بالسوق هذاك طويل. في هاد اللون هذا، في هاد الماغو هذا، وفي لي طاي، وفي لي طاي تا هو في من ميديوم، ميديوم لارج اكس لارج اكس لارج. فيهم لي طاي شي ثلاثة ديال اللوان. شحال كيبقاو هادو؟ هذا بالنسبة للثمن ديالو، هذا الثمن ديالو 200 درهم. هادو 200 درهم. جات ان شاء الله من القناة العثمانية ونحيد لك 10 درهم. ان شاء الله. شوفوا راه انتم غتجيو غيحيد لكم 10 درهم 20 درهم. شوف لنا هادو. كاين هاد لي كاب هادو تاعنا، هادو كيجيو سخان. شوفوا على القرب، شوفوا كيفاش داير. انا غنطفي الضو باش يبان لكم. فيهم هاد السيوره من هنا كيجيو زوينين في اللبس تاع هما. فيه اللوان، فيه الغوز كيبان ليا. شوفوا الغوز بيبي، هاد اللون زوين هذا، أنا هذا هو اللون المفضل عندي. فيه هذا بحال هذا أورانج مع داك النواغ باين زوين. شوفوا الستيل ديالو كيفاش داير. نتوما في هاد المونطاغ هذا، شوفوا، وفيه الكحل لا الكري الزيتي، فيه الخضر فيه الزيتي. في هذا الخضر هذا، خضر هادو بشحال كيبقاو؟ بالنسبة للثمن ديالو هذا كنبيعو ب 200 درهم، ولكن غادي نزيدو نقصو منه إن شاء الله. إن شاء الله. وبحال الآخرين أحسبو ليه 180 درهم. 180 درهم، هانتوما هاد المونطو هذا، المونطو هذا بالكشمير، موديل زوين، شكيل زوين، 180 درهم. البنات البرد سخنوا في هذا البرد هذا. منو لي عندك هادو بالنسبه للناس اللي غيبغيو هذا الموديل؟ هذا سولوبيت كيتسمى، هذا سولوبيت ولكن ما بقاوش فيه لي طاي. هذا سولوبيت ديال سكاي. انتما بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هذا الموديلات بحال هكا، شوفوا اللي بغاتو تدخل عنده الواتساب راه يعطيها الثمن ويعطيها شحال الثمن. قولوا الثمن. هادو غير مصاوبين، هادو بقاو جوج بياسات غير مصاوبين 130 درهم. 130 درهم هانتوما. هيا هي هادي حتى هي خارجه دابا، وكنشوف البنات كي كوموندو على فشي سيت ياك. هادي كاينه في شين بشي 300 درهم باش كيكوموندو. 300 درهم في شين فوالا. هانتوما ها هي، استناو 15 يوم باش تجي. ها مع المحل سي فامود مرحبا بكم، غادي يصيفطوها لكم في خلال 24 ساعة تكون عندكم. هانتوما فيها لي طاي شحال؟ تمام. ميديوم ولارج باكس لارج والدوبل. والدوبل. بالنسبة لهذي كنبيعوها في المحل ب 200 درهم، يعني آخر ثمن ديالها، ولكن ضروري كما قلنا 10 دراهم 20 درهم إن شاء الله. نحسبوها لهم 180 درهم. 180 درهم هانتوما قميجة. شوفوا الموديل ديالها. حتى المارة ديالها ما بقاتش تقاضى، غادي يعاود يجي إن شاء الله. إن شاء الله. يجي وتقدروا تلقاوها. وعندك حتى كولون شفتوا في ديك البيتة بشحال كيبقاو هذوك؟ الكولون ديالهم هذوك 130 درهم. 130 درهم، وكاينة الصاية. الصاية حتى هي هكا بالنسبة لهاد الصاية هادي راه كتجي طويلة. هانتوما وكاينة في الكحل، في النوار ديالها غير باش تشوف الطول ديالها. هانتوما كتجي طويلة، كتجي طويلة. الثمن ديالها يعني راه الثمن شحال الثمن ديالها؟ 130 درهم. 130 درهم الصاية، القميجة 180. هانتوما بالنسبة للبنات اللي دابا عجبهم هاد الموديلات ديال الكوير، وكاينه الجاكيطه اللي بغاهم هاد الجواكت هادو حتى هما. بالنسبه لهاد الكوير يعني راه فيهم حتى الموديلات بزاف. كاينين الموديلات انا غنحاول نشد لكم، هانتوما ها هما، يعني كاينين الموديلات، كاينين حتى في هذاك اللوين راه بحال الصاب اللي كيتسمى. هانتوما شحال كيبقاو هادو؟ بالنسبه للثمن 300 درهم. ولكن الكاليتي ديالهم يعني واعر.
ماشي من ديك اللي كتقشر كنقولوا بصراحه انا راه كنشد لكم المحل فيه بزاف ما يدار، كنحاول نشد لكم شويه شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كاين هاد الدودونات هادو، هادوك حتى هما مصولين، هذوك غير صولديناهم نوريوهم. بقى هادو الطوال انا غنوريها لكم ملبوسه، هاد الطويله هادي هانتوما، هادي طايال بقاو ثلاثه ديال لي طاي، يمكن ثلاثه ديال طاي، وهذوك اللي برا يعني اربعه، اربعه ديال لي طاي اللي بغاوهم. شحال هادو كيبقاو؟ هادو بالنسبه لنا كنا بعناهم 400 درهم في الاول، دابا حيت جات عندنا وزارتنا البركه الله يبارك فيك، ان شاء الله 320 درهم. 320 درهم كانوا ب 400 درهم، دابا 320 درهم. انا غنوريها لكم ملبوسه، ونوريكم حتى هاد هادو دودونات حتى هما قصار. بالنسبه للقصار هانتوما يلاه جاو، هانتوما كيفاش حليهم من الداخل باش يبان لهم عافاك داك من الداخل كيفاش دايرين. هانتوما شوفوا شي حاجه زوينه وكاليتي مزيانه وكتبان، من شفت العين كتبان شي حاجه نقيه. هانتوما وفيها الوان، فيها هاد الكحل، فيها غير هاد الكحل هذا، وهاد وفيها هاد البوردو هذا، وهذاك يمكن هذاك بقى غير واحد غير بياس. هادي دوبل اكس ال بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا دوبل اكس ال. هادي بشحال كيبقاو؟ هادي في المحل كنبيعوها يعني اخر ثمن 250 درهم. 250 درهم نزيدو نحيد لك 20 درهم، هي 230 درهم. 230 درهم. وفيها لي طاي بالنسبه للكحل ديالنا، فيهم لي طاي، فيهم لي طاي كاملين سمول ميديوم. هادو قلنا غيبقاو ب 230 درهم، 230 درهم هاد الدودونات القصار اللي فيهم جوج تلوان. ركزوا معايا مع الاثمنه، انا بعض المرات كنتلف لكم في الاثمنه. وهذه الطويله قلنا ب 320 درهم. انا غنوريهم لكم ملبوسين، ها هي هذه ملبوسه، كيفاش كتجي ملبوسه. هانتوما الصاره ديالها زوينه، الموديل اللي وريناكم تاع المونطون، شوفوا كيفاش كيجي ملبوس مع هذا السروال هكا عرادين من التحت. خرجوا هذا السرا والعراض عاوتاني لا موطو، فيهم الوانات. وكاين ندخلوا نشوفوا ان شاء الله، كاين هذا الموديل تاع المونطون حتى هو. هاد نوريكم الدودونه ها هي كيفاش كتجي في اللبس. هادو راه غنيين عن التعريف، دائما نقول هاد البياسات اللي بقاو لك شوفوا هاد الموديل هذا. هذا انا كنت شفتو ملبوس كيبان واعر، كنت صيفط له قلت له قول لي الثمن ديال هاد المونطون بشحال. هذا بالنسبه للثمن ديالو، هذا راه مصولدي وديال برا، هذا يعني ماشي ديال البلاد، مصولدي وديال برا، راه ثقيل اه، تتحلو يبان لهم كيفاش مضوبل من الداخل. هذا الدخلاني هذا ديالو راه كيتحيد، يعني كيولي جيلي، يعني الا كان الحال بارد غيتلبس مع هذا كله كيتحيد. ها هو فيه السلسله هنا، يعني كله كيتحيد كيتحيد، ولا كان الحال شويه راه تحيد هذاك الفورير اللي في ال هذا حتى هو كيتحيد، يعني غير شي حاجه. هانتو وفي هاد شوفوا كيفاش داير من هنا، وفيه الابيض. هاد بالنسبه للابيض وهاد الزيتين هذا، يعني بقاو فيهم غير هاد جوج بياسات، جوج بياسات. هذا الابيض في هاد الفورير، فيه الابيض وهاد الكري. وكاين عاوتاني الزيتي ديالها، حتى الزيتي زوين مع هاد الفورير قريب ليه، فيه حتى هو هكا. هادو بشحال قلنا غيبقاو؟ هادو الثمن ديالهم يعني راه ثمن جد جد مناسب، 250 درهم. 250 درهم بالنسبة للزيتي والبيض، بقاو فيهم غير هاد لي طاي اللي هنايا، وقيلا غير الميديوم اللي بقات. بالنسبة لهاد الغوز هادي يعني فيه لي طاي سمول وميديوم، الغوز باقي فيه، فيه لي طاي. المهم لا بغات شي حاجه، اللي بغات شي حاجه غتواصل معاك، دير لك تواصل معاك في الواتساب. كاينين هاد القويم جات، هادو هادو حتى هما سخان، هاد الثوب حتى هو كاشمير غير هو بالكاروات، فيهم اللوينات، فيهم لي طاي، فيهم الشكيلات. كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، هادو كيتحزموا، هذا كيجي اوفر سايز يعني كيجي عرفت، وكيتفيه هاد الحزام هذا. وكاين هاد الموديل هابط هكا حتى هو فيه الحزام غير هو، وفيهم اللوانات يعني. واللي شفت عندك ان عندك موديل طويل بالنسبه لاه، ها هو شفتو عندك قبيله، كاين ها انتم هادو قصار اللي في الدو، وشوفوا هاد الموديل هذا، هذا تا هو فيه الحزام لا كيجي هكا طويل، كتجي بحال شكل البيسه القميجه طويله بالسروال بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار. انتم ها
هاد الطوال شحال؟ هادو بالنسبة للثمن ديالهم 200 درهم. 200 درهم، هاد الطوال هادو ب 200 درهم. والقصار ديالهم هادو؟ هادو القصار ديالهم راه كيبقاو داخل الثمن ديالهم 180. هادو ب 180 درهم. راهم سخان هادو، يعني تلبسيها بلا ما تلبسي فوق منها حتى شي حاجة. ما سخان كشمير، شفتو؟ و بالنسبة للي فيست هانتوما الموديل. نسولو على لي فيست. هنا في الموديل هذا. بيسات كلاس هادو كيتسمى. فيه تا هو اللون، يعني فيه الكحل. فيه البلومارين، فيه الحمار. الحمار، الغوص، يعني فيه الوان. شحال كيبقاو هادو؟ هادو بالنسبة للثمن ديالهم آخر شحال كيبقاو 180 درهم. 180 درهم. كاينين هادو تا هما، هاد الموديل هذا بلا صدف. فيه موز. هذا تشوفو بالنسبة للثمن ديالو بحال الآخر 180. كاينين هادو بحال التوب ديالهم لي سامبل كاع. وفيهم هاد شوفوا هادو بالنسبه للثمن ديالهم راه كيبقاو غير 130 درهم. هادو ب 130 درهم حتى هي فيهم تقريبا جميع الالوان فيهم، حتى هما فيهم اللوينات كاملين وحتى لي طاي. لي طاي تقريبا كاملين فيهم، فيه الكحل البياض. هادو كيبقاو ب 130 درهم. وفيهم تقريبا جميع الالوان، جميع الالوان. فيهم الكرونا، فيهم بلومارين، فيه اللوينات كاملين. يعني تقريبا اللوينات كاملين. هادوك البوديات كل مونطو شحال مع شفناهم برا وقلت لهم نقول لكم الثمن؟ هادو 100 ماشي داك الصوف اللي كتوسع اللي كت. ماشي حاجة كاملة. 130 درهم، أنا طالع لكم شي بالي. وفيهم اللوان. شوما كاينين هادو اللي كون مونطون هكا، وكاينين هادو اللي طالعين هكا شويه فيهم اللوينات، وكاينين هادو اللي قلتي لي يلاه جبتيهم اللي لابسه ديك المانكه نتا هي. هذا هادو ب 50 درهم. هادو ب 50 درهم. راني وريتهم لهم اللي ملبوسين مع هادو. ها هو القويمي جات لي قلت لكم الحزام هما هادو كيفاش كيجيو في اللبس ديال الجواكت ديال الجين. شوفوا هذا الموديل. هذا بالنسبه لي كيجيو طوال انتوما، وهذه بالحزام. دورها لينا عافاك انتوما بالحزام كيفاش كتجي. بالنسبه لي طايت هي فيها لي طاي، فيها لي طاي وفيها موديل اخر. فيها الديلافي ديالها هو هذا انتوما. وكاينين موديلات بزاف انا غنوري لكم. كاينين هادوك القصارين ها هما، هادو دوك القصار بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هاد الموديلات هادو. كاين هاد الموديل هذا، شوفوا كيفاش داير حتى هو القب وبهداك الفوريل بالنسبه للبنات اللي كيبغيو. كاين كوب جيلي ها هما، غنوريكم الموديلات هنا. كاين في الكحل، كاين في هاد الستيل بحال فيه داك. كاينين هادو هكا مطبوعين انتوما، يعني كاين بزاف د الموديلات. انا غندير لكم غير جوله خفيفه انتوما، شوفوا هاد الموديل هذا كيفاش داير وفيه اللوينات. هادو الثمن ديالهم شحال كيبقاو؟ بالنسبه للثمن ديالهم 35 ماشي 230 درهم. كاين هاد التريكوات حتى هما، كاين هاد الموديل هذا د المونطو حتى هو، هادو طوال بهاد السير. هادو شحال كيبقى؟ 180 درهم. هادو طوال ب 180 درهم. تريكوات يعني كاين بزاف باش نصورو بياسه بياسه، راه خاصنا نهار كامل. هانتوما هاد الموديل ديال القبيات كيكونوا هادو طوال بحال كسيوه. هانتوما كاين الصفر ديالو هاد الموديل هذا، اذا شفناه برا ملبوس. هادو شحال كيبقاو؟ هادو بالنسبه للثمن ديالهم 150 درهم وناقص 10 درهم ديال العثمانيات. الله يحفظك، هي 140 درهم. انتوما غادي ندوزو للسراول، غادي نديرو فيهم واحد الجوله خفيفه
كيف ما قلت عنده هادو ديال الكوير، ورينا عافاك هادو ديال الكوير، نشوفوا هاد التريكو هذا، عجبني هاد الموديل حيت كبير واسع. ها نتوما جات هو اوفر سايز، وطويل بالنسبه للبنات اللي دايرين الفولار، حتى اللي ما دايرينش الفولار وفي صالتو زوينه. بالنسبه للطاي ديالو هذا راه ستوندر، كيجي فيه غير هاد اللون، هاد اللون داير بحال بحال الموف، موف من الموفات كيتحسب، يعني اللون ديالو واعر. شحال كيبقى هذا؟ هذا بالنسبه للثمن ديالو كنبيعوه في المحل 200 درهم، كيبقى ب 180 180 درهم. ها انتم التريكو طويل 180 درهم. كاينين هاد السراول هادو خارجين تاهما طوندونس دابا، هادشي ولا عاوتاني هادشي عريض. هادو كيتسماو با ديليفون لا؟ باقي ما عندهم سميه. هذا كيجيو مسيلين في اللبسه. ها انتم الناس ديال هاد ال فيهم هاد الغوز، هاد التاعدو فيهم هاد الغوز، فيهم فيهم الموف. هانتوما صحاب هاد الستيل هادا يبانو. دابا اللي زوين عندك في المحل ديال جميع الستيلات، خاص كل من كل كل فنان طرف ديال جميع الستيلات دايرهم. هانتوما الكلاس الثمن ديالهم راه 150 درهم بالنسبة 150 درهم بالنسبة للبنات اللي عاجبينهم هاد الموديلات هادو. السامبل ديالو، السامبل ديالو تا هو ما فيه حتى شي زواقة. كيجي في السامبل، فيها في الصفر هذا، فيها في المطار هذا. هذا بالنسبة للثمن ديالهم 130 درهم. 130 درهم. كاين هذا الموديل هذا ديال التوب تا هو راه معروف، فار تيليفون التوب. هادو يجو مع دوك لي فيست اللي شفنا، يجو مع بالنسبة للبنات اللي بغاو ياخذوا لبسة. هانتوما راه هاد با ديليفون رجعو عاوتاني، هادشي رجع. هذا بالنسبة للثمن ديالو راه كان 120 درهم، وبان ليا ماركة زوينة فيه اللوان، فيها هاد الغوز هذا، يعني راه غاديين مع دوك لي فيست. فيها هاد المطار هذا، هما راه ملبوسين غيبانو حسن، كيبانو حسن فاش كيتلبسو غيبانو حسن. إن شاء الله المرة الجاية غادي نلبسو لكم هاد الموديلات، حيت كنا درنا مع واحد البنت وما جاتش باش تلبس. في اللوينات كاملين، فيه الاحمر وفيه لي طاي، فيهم لي طاي، هما فيهم لي طاي، فيهم لي طاي لي سمول ميديوم لارج اكس لارج. ندوزو للكوير، هذا ديال الكوير، كورونا ديال الكوير. كاين هذا الموديل هذا السنسله، كاين هذا الساعه، كاين هذا فيه هاد بحال السينتا من الجناب. كاين هاد الموديل هذا تشارلو، هذا كيجي عاوتاني موديل اخر. كاين هذا، كاين حتى السامبل ديالو ما بقاش، السامبل ديالو ما فيهش هاد، ما فيهش ديك الكتبه لتحت كاينين. هذاك حتى هو غادي يكون ان شاء الله، ان شاء الله. هذا اللي فيه السنيسلات نتوما، يعني فيهم موديلات، فيهم موديلات بزاف، يعني اللي بغات شي حاجه غير دير سكرين ولا اتصل معاه في الواتساب. ها نتوما دي سامبل، وبان لي حتى الطايات كاينين، في طاي كبيره. كاين هذا مات، هذا مات، اللون ديالو مات، وبان لي بحال مغلف من الداخل. شوفوا كيفاش داير من الداخل، راه سخون، شفتوا كيفاش داير من الداخل. هادو كلهم كل واحد بثمن ولا ثمن واحد؟ هادو السراول انا كلهم دير ليهم 130 درهم. 130 درهم. هادو ديال قلنا ديال الكوير كاملين 130 درهم. كاينين بالنسبه اللي كيسولوا على ليجينز، كاينين هاد ليجينز هادو بالنسبه اللي كيسولوا عليهم، راه فيهم لي طاي من 36 حتى 52، حتى 52 حتى الكرون طاي، راه فيهم كرون طاي. شي حاجه كاليتي، يعني كيتيروا، يعني كيتيروا كيمشيو على ال، شحال كيبقاو هادو؟ هادو بالنسبة للثمن ديالهم تاهما غير 130. 130 هادو مريحين في اللبس، يعني كتحرك بهم، ماشي شي حاجة كتبقى لاصقة عليك مزيرة عليك. بالنسبة للي بوي فريند، راه كاينين لي بوي فريند اللي كيسولوا الجينج بوي فريند، كاين موديلات هنا، هادشي كامل خصمناها باش نوريو. 130 كلهم، هادو 150 درهم، 150 درهم، ولكن شي حاجة كاليتي. نبينوا لهم واحد جوج بياسات ولا ثلاثة،
باش ما يلوموناش. كيقولك جيتي حتى لهذيك وما وريتيهاش لينا، جيتي حتى لديك البياسات وما قلتيش لينا الثمن. كاين هاد الموديل هذا انتوما هادو ب 150 درهم. 150 درهم فيهم لي طاي، تاهما فيهم لي طاي. هاد لي طاي الطاي اللي شاد تبارك الله راه كبيره كتبان. انتوما فيهم الموديلات وقلنا هادو ب 150 درهم. فيهم موديلات بزاف يعني اللي بغات شي حاجه. المحل راه باين كيف ما وريتكم انتوما، المحل راه اونفاس مع الترام، الترام وكاينه الشركه العامه وكاين حداها نوريكم انتوما الشركه العامه وبريد المغرب تهبطوا في محطه التشارك. قلنا كاين هاد التريكوات هادو اللي دايرين 130 درهم، فيهم موديلات وشكيلات هانتوما، فيهم بزاف الموديلات بزاف الشكيلات يعني كاين ما يدار اللي بغى شي حاجه. هادو ب 50 درهم سريولات ب 50 درهم هانتوما، فيهم حتى لي طاي البوديات ب 50 درهم اللوينات اللي فيهم. كاينين هاد المونطونات تاهوما مونطوات، هادو قال لي ديال داك العام ودابا راه سولداهم. وفيهم غير هاد البياسات شي ربعة البياسات اللي بقاو هانتوما. حلينا عفاك باش يبان ليهم هانتوما وبالقب الفورير داك كيتحيد داك الفورير والقب اللي بغا يحيدهم. شوفوا الفصالة ديالهم كيفاش دايرة، قلتي لي غيبقاو ب 250. الثمن ديالهم غير 250، 250 درهم. وفيهم هاد فيهم غير هاد البلو والجوج كحلين. وعليكم السلام. شحال دايرين في هذاك السراول؟ 250 درهم قلنا هاد. الفيديو ديال اليوم سلام، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا من الموديلات اللي وريتكم والاثمنه هي تكون في المتناول. بالنسبه للمحل غنعاود نقول لكم العنوان راه كاين في التشارك، خبر عاجل للنساء هو اسم المحل، اونفاس مع البريد المغرب ولا البوسطة باش كنعرفوها. الناس اللي غايجيو في الترام هادي هبطوا في المحطه ديال التشارك اللي هي دي اونفاس معايا. هاد الشارع سميتو شارع الزفزافي، يعني هو اللي كيدي فيه الترام حتى للنهايه هي اناسي. غنهبطوا في هاد المحطه التشارك، المحل انفاس معنا. بالنسبه لهاد البلاصه البنات يعني ورا العصر كيكونوا فيها شي هميزات، كيكون واحد الفراشات، كيكونوا دايرين اثمنه زوينه، ويعني نفتح واحد القوس ونسدو بلا ما تقولوا لهذوك الناس راه حنا جينا من القناه باش ما يزيدوش عليكم في الاثمنه ونسد القوس. كنشكر بزاف 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 الناس اللي كيكتبوا دوك التعليق زوينين. تحيه لام ملك من وجده وتحيه لام حمزه تبارك الله، ديما هما السباقات. وكنعتذر لما قلتش الاسماء الناس اللي كتسبق حتى هي في التعليق. هاد الموديلات كلهم غتلقاوهم ملبوسين عندي في الانستغرام، دخلوا عندي غادي تلقاو الصور ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك عافاكم، وما تنساوش تبارطاجيو، وبسلام عليكم.